10 كيس ديتن إلى حد وحا إنو سعودي إنان كشيكينيني سيردي نبيغان عليه الصلاة والسلام أما صوبت دعودي سي كباستي آن نري نبيغان عليه السلام سيف كموسن قد بنين دعودة إيو حكوفة فيه أخلاق ديس أخلاق دي نبيغان كشيكينيني أخلاق دي أغوه رئيس أنصوخ هذا نوحو أها دبي عدى أو إلهي يعني دبا عدى قوم كيسا كو أماني جيرين انتو سن حتى رسول نخونن أو كو مقع ديرا أو آها الصادق الأمين رون شاقه أو لآمين أي مارك النبي جاين عليه السلام إنو رون كشيغ أي أو بينالا أو سن أهين وحان نري وحان صوق هذا ناي دادكي إساق عدو كو آها سي أقرتين قف كو غريا صوق هذا نوحو آها أبو سفيان إيو هرقل ماركي وذا كل مين كدبنا وحان كوحي جيني أمية بن خلف الجمحي أو إساقنا قرتي إساقي حاسكي سبا النبي عليه السلام نورون شيئا يين إساقي حاسكي سبا النبي نورون شيئا أها أي قرتين كدبنا وحان كشاكيني أصحاب تخار كمد أها سو صاحب ولا أها سو النبي عدوك أها سيدة سعد بن معاذ أو قريه قريه سكو ديجي جري مركو مدينة أو سعد إيو سيدة عبد الرحمن بن عوف أو قد دالا إنو كبد بادي دلكي أحد كدبنا وحشاك ذو حين لا أدي نعيبك أن صاعدين إسلامك إنو سن حنبار سن نعيب أي حنبار سن يهي جعيل مرك شاك ذا ماشي هدان كسي ودنا ما انتنا وحا مرخاتي أهان نو عدينا يا نبي غان عليه الصلاة والسلام إنو رون شاك أها عدو جيسي عانك أها انت عدو نبي غان صامرتي عدو جيسي لو تلم أمك ركيس أقوينا إنو أها والنبي غان عليه السلام يري إله فرعون كي وكدرنا فرعون كي نبي موسى يعني نبي موسى فرعون كيسي فرعون كي نبي محمد وحاوسي درنا فرعون كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام فرعون كاس نبي محمد هدانا أن شيء دون إنه نبي قرون كشاقي إنه نبي قرون شاق أها قرتي يو أها فرعون كاس فرعون كاس وحلو مقعاوة عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومي أور القريش أها وكو مقع ديرا أبو جهل أبو جهل مقعي سعان ويان لكن يعني وبرمذو تاريخ صامرتي برعد ما أها أما إفتي ميسا أبو جهل مركو ويرا شان إطوان سنة مركو جري وحير وحو قاري برلمان كي إن لقلي دار الندوة تاعنا وحالي قرين جري أفرتني خف كي إضافة لكن ما دام إن دار قرد وها عقلي أولها وحالي قرين كان حقوق ما أضياش إنو كمد نخ خيارتي ما دحذ ووين قريشو كمد أها نين هيلب إلى حاد لهن وو أها هسه أهاته النبي جان عليه السلام ركوا دعوة سلا صباحي أبي جهل نمركي وحول صباحي إنه عدو سدو وكهري ما ذا دعوة النبي جان عليه الصلاة والسلام ولا دجال ما أو يعني دبات جارسيو عد والبو النبي جان تاجر سنة عليه الصلاة والسلام أنتو يعني كران كيساء وحاكم ده هذا كوادو عقاب جري رير ياسر ياسر يو حاس كيس سمية بنت خياط يو ويل كيس عمار ابن ياسر أو ما لم البخور أحدك عقاب جري النبي جان عليه السلام ركوس أجمرنا أورنجري صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة سكدوا القاطر يا ياسر بل أنت نوى الجنة ذا عقابتي سهر وحي قارته وأمره أما إن النبي كو قالوبان أما إنه السحون أقراعه سأقوه ذي مركي الدنبان هير وحو قاري عمار بن ياسر هو يدي سخف دأوين هيد سمية بنت خياط إن ماركتي ديلو هبد ديلو محمي حتى سوء الدلي يعني الدلي ده نوع قاد إياد وفالحم أيو الدلي ووران إنو صاقاتي أيو حبن تران مات كيدي إيدو الدمرة كيجيلي كدي من كود دلاعي قفك وقهري إلهي درتس وقيريو ودي وحي أهيد سمية بنت خياط وفسيساس وفاشحن لو الدلي أو أبو جهل الدلي يعني إلهي سبحانه وتعالى دلك حتى مركون نوش شيء وحو نأمر عادو جي أنا جهوب نصو قاتي أنا سو أدي أرى وإنه نديله هدان ديلنا سوى نعكس إنه أدلنا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب هدي أد لكولنتان كوي دجال ما كوي قالوا دجال إذا لصو قالان أو دجال كوا لكولنتان فضرب الرقاب خارت كجر واتن أبو سهلا نهى الإسلام المثلى إسلام كودي دخف كأن لجح جحل فول حماية يعني النبي جن عليه السلام حويري إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلهي وحو البو وكو أخري إن لو ناجيه فإذا قتلتم مركا عدو جينا الدي ليسان فأحسنوا القتل سوى ناكسن أدلا وهكو عيارنا نفتها كسلعيننا وإن صاقبتان
meel sanduuq inaad gelisaan, gaas aad ku dul shubtaan, dab kushida lama oran. Diinta islaamkana taa ma ogola. Hadhowna inay ku yiraahdaan imaam ibnu taymiya ayaa noo fadwooday. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay keliya in qoorta laga jaro. Nabigana saas ayuu tilmaamay, ee ma tilmaamin in si xun loo dilo. acafa annaasi qitlatan, nabiga cala slam wuxuu dadka si wanaagsan wax u dilaa. Hadday wax dilayaan waa ahlu liimaan, dadka iimaanka leh weeyaan, inaan qofka lagu cayaarin dilkiisa. Marka fa idaa rafa riqaab xataa idaa tqantumuuhum fashuddu lwathaaq, marka ay tabar dareen ku adkaataanna si fiican usoo qafaala oo gacanta ku dhiga. Gacanta marka lagu dhigo maxaa la sameyn marka? Ma lagu ciyaaraa jirkooda, ma la dilaya, ma banaana. Waxaas oo dhan qur-aanku wuxuu ku yiri fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa, ama inaad isaga nimcaysid, iska fasaxdid, ama inuu xoolo isku furto. Ilaan dagaalkan adinkaba xoolo ayaa idinkaaga baxay, isaga ayaan kusoo weeraray, ama xoolihiis isku furo, ama in ma aragtay loo nimcayo, la iska sii daayo. Nabigeena calayhi salaam marka heer wuxuu gaaray qofkii dili lahaa xataa inuu iska cafiyo. Zaynab tii la oran jiray ee yahuudiyadda ahayd, markay hilibka ariga sun ugu dartay ee la qabsaday, nabigeena yiri miyaad sun igu dartay? Ma aysan inkirin, haaye tiri. Waxaan is yiri hadduu nebi yahayna ilaahay saa badbaadinaya, hadduu beenaali yahayna waan ka takhallusiba. Way casuntay, nabigeena islama weyneen, qof dumraa casuntay, gurigeedu aaday, wuxuu ku cunay raashinkii, laakiin raashinkii way u sumaysay. Markaa kadibna nabigeena calayhi salaam uu iska cafiyey. Sulxu Xudaybiya markay sameeyeen ee lagu heshiiyey in 10 sano aan laysdagaalin hubka la dhigo, oo nabigan iska soo laabtaan asxaabta aysan cumraysan oo ogolaada wixii oo dhan, iyagoo hubkooda dhiganasanaya, markiiba ilaa 70 qofood oo mushrikiin gadaal ka soo weeraray, iyagoo rabo inta maadaama hubkay dhigeen inay dilaan. Ilaahay wuxuu qadiray 70-kiiba in la qafaalo iyadoon dhiig daadanin, nabiga loo keenay iyagoo xirxiran. Markaas inuu ballan baan idinkaaga baxay maya, maanta cudur daar ay nafsadiina ku badbaado ma haysataan maya. Nabigu wuxuu yiri marka xargahooda ka fura iska fasaxa. Hadduu dhiiggii cab yahay nabigeena calayhi salaam ma iraahdeen sida xargahooda halaga fur hala iska fasaxo. Ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu u sheegay arintaas inuu ilaahay ugu nimceeyey, wa huwa alladii, ilaahay markuu nimcadiisa u sheeganaya nabigeena, ilaahay waa kii kafa aydiyahum cankum, gacmahooda idinka badbaadiyey, ma aysan idin dilin. Wa aydiyakum canhum, adinkana ilaahay iyaga ka badbaaday gacantiina, adinkana ma aadan dilin. Bibatni makata, maka calooshaadii meeshii aad ku qafasheen, min bacdi an adfarakum calayhim, kadib maraad gacanta ku dhigteen. Ilaahay wuxuu idinkugu nimceeyey dhiig ma aadan daadin, dhiiggana lama daadin, iyagana dhiiggooda ma aadan daadinin, waa iska fasaxday. Laakiin Abu Jahal Sumaya saa ayuu u dilay, saas fooshaxun. Intaa kuma ekaanin asxaabta qaar badan ayuu maaragtay garaaci jiray, intaa kuma ekaanin Abu Jahal. Laakiin yacni wuxuu bilaabay in xataa mar waxaa jirtay Cabdullaahi ibn Mascuud, sida Imaam Fakhruddiin Arrazi kitaabkii tafsiirku isku soo wariyey, saxaabiga ibn Mascuud isagoo suurat Raxmaan akhrinaya ayuu arkay Abu Jahal. Ibn Mascuudna xoolaha uu raaci jiray Abu Jahal, naad saxaabi u bar yar oo tabar yar oo ahaa. Abu Jahal ninkaa lixaadka lah ayuu ahaa, dharbaaxa ayuu dhegta ugu dhiftay, dhegtiisa way kala dilaacday Cabdullaahi ibn Mascuud. Isagoo dhegtiisa dilaacsan oo dhiig ka socdo, nabigaana u yimid ku yiri qur-aanka suuratu raxmaan ayaan akhrinayay, Abu Jahal saa ayuu igalay. Nabigeena aada ayuu ugu murgooday oo ka calool xumaaday. Isagoo murugsan waxaa u yimid nabigeena maluku Jibriil calayhi salaam isagoo qoslaya. Markaasuu yiri yaa maluku Jibriil, waad qoslaysaa adigoo og saaxiibkayga in saa dhaawacas la gaarsiiyey. Markaasuu yiri waxaan ku qoslaya gadaal ayaad ka ogaan doontaa. Yacni nabigeena wuxuu ogaaday arintaas dagaalkii Badar markuu dhacay. Marka Abi Jahal ibn Mascuud saa ayuu dhegta ugu jaray. Soo kale Fatimatu Zahra, nabigeena gabadhiisa dharbaaxa ayuu ku dhiftay. Mar aabaheed weydiiyey ma joogay tiri, say oran kartaa dharbaaxan uu ku dhiftay. Xataa waxaa u aaray iyadii Abu Sufyaan, nabigeena u duceeyay Abu Sufyaan. Marka Abi Jahal intaa kuma ekaanin, nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka reebay sida Imaam Tirmidhi soo wariyey inuu kacbada ku dukado. Wuxuu yiri kacbada ha ku dukanin, waa kaa mamnuuc, kuma dukan kartid, ogowna inaan kaa dadbadnahay. Yacni weligu sii hanjabay. Ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sujiyey suurat Iqra, araayta aladii yanhaa cabdan idaa salla, Abu Jahal ayuu ku socotaa, ka waran qofkii ka reebaya addoonkii dukanaya, aw amara bitaqwa, yanhaa cabdan idaa salla, aw kaana cala alhuda, yacni aw amara bitaqwa, yacni araayta in kaana cala alhuda aw amara bitaqwa, ka waran ninkaas hadduu hanuunsan yahay oo dadkeena wanaagii amraaya taqwadi. Araayta, ka waran marka in kadaba Abu Jahal, hadduu arrintii beeniyey, watawalla, gadaal usii jeedsaday,
alam yaclam biana allaha yara, miyuusan ogeyn ilaahay inuu arkaayo. Nabigeena saa ayuu ugula dagaalamay abi jahl, dagaalka isagoo ku haayana waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu sii gogol dheereeyey. Nabigan uu u duceynaya allahuma aciz alislaama biaxadi cumarayn, camr bni hishaam, ilaahu labada cumar islaamka ku cizay midkooda, camr bni hishaam oo abi jahl u ah, abi jahl ilaahu islaamka ku cizay, nabigu u duceynaya. Marka mar waxaa dhacday nin ka tirsan reer arash ayaa maka yimid, abi jahl ayuu xoolo ka gaday, abi jahl lacagta ayuu bixin waaye, jiidjiid wuu meermeeriyey. Ninkii kacbada ayuu yimid, wuxuu yiri nin musaafir ayaan ahay, aan dadna lahayn. Ninkan abi jahl dhibkaas ayuu ahay, uu dulmi lacagteedu siin la'yahay ee dad yahoomaad igaaga qaadaan xoolahaygii. Iyagii marka iyagoo raba inay fidno kiciyaan, wuxuu kuyiri ninkaa meesha fadhiyo, nabigay tilmaameen, ninkaas unbaa kaaga soo qaadi kara, isaga xaajadaada u sheego. Ninkii nabigu u yimid, nabigu wuu istaagay, wuxuu yiri nakaxee guriga abi jahl ayaan aadaynaa. Qolyihii markay kacbada ag fadhiyey, hal nin ay raaciyeen ay yiraahdeen bal noo soo eeg wixii dhici doono. Nabiga albaabka abi jahl ayuu yimid, wuu garaacay. Markaasuu yiri yaa camr, camr ibn hishaamo, ninkan yani albaabka naga fur, albaabku ka furay. Markaasu ninkan xoolihiisa sii, wuxuu yiri meesha ka dhaqaaqeen anigoon xoolihiisa siinin. Guduhu galay, xoolihiisa kaamil ayuu usoo bixiyey, iska tiriyo yiri ninkii, iska tiriyey. Nabigu wuxuu ku yiri lacagtaadu ma ku dhantahay? Haa, danahaaga raaca. Marka nabigu wuu soo laabtay, ninkii wuu soo laabtay oo la raaciyey, dadkii ayay ugu sheekeeyey. Wuxuu yiri arintaana igu dhaca, arintaanu sameeyey abi jahl, iyagoo yaaban abi jahlka ee uu igu yimid kacbadii. Markaasay ku yiraahdeen oo maanta maxaad samaysay? Wuxuu yiri markuu maxamed albaabkii iisoo garaa, albaabka aan furay, maxamed keligii ma arkina, maxamed waxaa dul taagnaa rati weyn oo baarqab ah oo cabsi leh. Haddii aan diidi lahaan waxaan ogahay ratigaas inuu yacni ilkiis ugu cuni lahaa, anigana inuu ilaqi lahaa ratigaas u weyna, abi jahlka dhexaadka lahaa. Marka cabsiya ay gashisi ayaan lacagta ku sii. Intaa kuma uusan cibro qaadanin. Sida Bukhaari iyo Muslim ay soo wariyeen, gaar ahaan riwaayada Muslim oo an abi Hurayra, abi jahl inuu ku yiri dadkii, maxamed adinku arkaaya miyuu kacbadan inuu ku sujuuda dhulkan? Haa, ballan waxaan ku qaaday, yiri haddaan arka isagoo sujuudsan inaan qoorta ugu istaago, ama riwaayad kalena madaxa ugu istaago, wejigiisa boorka uma aragtay si uu qabto. Markii dambena abi jahl wuxuu arkay nabigii oo dukanaya oo sujuudsan, wuu soo dhaqaaqay, wuu yimid. Dadkii way meel fogay ka eegayaan inay fiiriyaan si wax u dhici doono. Abi jahl markuu nabigu usoo dhawaaday, meeshuu ku istaagi lahaa, wuxuu bilaabay gacmaha inuu isku difaaco ee gadaal gadaal u cararo si cararo. Markii la weydiiyey wuxuu yiri, markaan usoo dhawaaday ee aan rabo inaan ku istaago, waxaan arkay anii maxamed inoona dhexeeya god weyn oo dab ka shidan iyo gacmo laygu soo taagayo iyo waxyaabo waaweyn aan tilmaami karin. Intaa abi jahl kuma uusan cibro qaadanin, oo weli gaalnimadiisa ayuu ku taagnaa isagoo mucjizaadkaas arkay. Marka abi jahlkaas mucjizaadkaas arkay, haddana waxaan caddaynayaa maanta, abi jahl wuxuu caddaynayaa nabigeena inuu run sheeg ahaa. Abi jahl wuxuu noo caddaynayaa maanta nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu runta sheegi jiray. Ibn al-Qayyim kitaabkiisa Hidaayatu al-Xayaara wuxuu kusoo wariyey nin kale oran jiray al-Miswar ibnu Makhrama, oo abi jahl abti u ahaa. Miswar ayaa abti loo ahaa. Wuxuu u yimid abtigiisa, wuxuu ku yiri ii sheeg xaqiiqadii Muxamed yaa khaali. Wuxuu ku yiri abtigeygiyow, hal kuntum tattahimuuna muxammadan bilkadib, maxamed ma ku tuhmi ka jirteen inuu beenaale yahay? Qabla an yaquula maa qaal, intuusan sheeganin dacwadan. Faqaala wuxuu yiri yabna ukhtii, ina walaasheydii wiilkeygiyo, wallaahi magac ilahay uu ku dhaartay abi jahl, laqad kaana muxammadun fiina, nawi maxamed anagoo nagu dhex noolaa, wahuwa shaabun, isagoo dhalinyar ah, yudcaa waxaa loogu yeeri jiray al-amiin, kii aaminka ah la aaminay. Famaa jarabnaa calayhi kadiban qad, weligeena been kuma arkay. Abi jahlka cadowga nabigu ku ahaa ayaa qiranaya, wuxuu ku leeyahay maxamed weligeena wuuna dhaartay, weligeena been kuma arkin. Markaasuu ku yiri yaa khaal, wiilka ayaa oranaya,
فما لكم لا تتبعونه ما حاذن كوكل في دراع لأذه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال أبو جهل مركو حيري يا ابن أختي ويل كيجيو تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف أنجا رير بني مخزوم هدان هاي قريش أي إسليه قبيله فيرنا هذا أنا رير بني مخزوم هدان هاي رير بني هاشم أو نبي محمد كذا شيء وحن كترتني شرفته. فأطعموا ضدك رشين سيانس وأطعمنا أنا قاعد ضدك رشين سيانس ضدك عبدي ماذا وسقوا ضدك وي وراويان وسقينا أنا قاعد ضدك وان وراويني وأجاروا ضد أي مجنجلي سيان وأجرنا أنا قاعد ضد مجنجلي وان سيني حتى إذا تجاثينا على الركب مركان سكو جلب جبصنا أنا إيجي أنا إيجي وتجاثينا على الركب كنا كفرسي الرهان آن نخوني لو فرس ترتماي أوكالا قالوا من النبي وحي نغير هذين مركا وحان نقول نحجر أنا النبي نبي أنا حقا نوك صابح رير بني هاشم هذا هاي فمتى ندرك مثل هذه سنكو قاري كرنا مركا أرنتاس هدي إن أيغانا شاكتين نبي نوك صابح أرنتاس وكال سيدينكو قاري كرنا تا مركوا شهاد شهادة لباد سوكالة وحا صوري ابن جرير الطبري تفسير كيسة يعني أبي جهل مروح كل دوافع كعبدي وحال صعد وليد ابن المغيرة خالد من وليد أبي هيسة مركز وحي كشاك يستين نوي محمد أرنتيس أبي جهل مركو حيري والله يري إني لا أعلم أبي جهل يا دارنا وحو شاكينا وليد وحان أوجه أنه لصادق إنه رون شاقي هاي نوي محمد عليه السلام. فتعجب الوليد ابن المغيرة وليد مركو والله يا أرنتاس مركو حكويري يعني محاكو كلفي أو كو عدينا إنا تهبتد النبي عليه الصلاة والسلام إنو الرنشاقي هاي مركز أبو جهل حكويري كنا في الصبا مركان يران نسميه وحنكو مقعاوي جرني الصادق كيرون تشيقي جري الأمين إلى آمين أفبعد أن تم عقله كده مركا عقله يسا كامل أون نخضي وكمل رشده أو يعني ننتاسن أو نخذه بسلاذي يسمونه الكاذب الخائن مركز الوجود مجاب كرامية بينالي إنه يهي وخائن ويهي مركز وليد بن مغيرة كويري فما يمنعك من الإيمان به ما حكام ممنوع مركز إن درميس النبي جالس عليه الصلاة والسلام. أبو جهل مركز حويري حتى لا تقول سئسا قبل بنات قريش قبلها قريش سئسا أوران إني اتبعت أنا وحن راعي يتيم أبي طالب أجانكي كرسي أبو طالب كبرك إسلويني ذو كجرته وحان رأي أقوانك أبي طالب كرصدي واللاتي والعزة أصنامت أيو كدارت لاتي عزة لا أتبعه أبدا وليقيق مراعي وليقيق مراعي دون النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تاسوا شهادة ذي لبات شهادة ذي سوكال سدحاد وحصوري إمام أبو يزيد المدني أبي يزيد البدني وحوليه أبي جهل مروح لكل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام تواتي سدحات فصافحه والسلامين لبضاضي. فقال له رجل خفى مركو حكيري أتصافح هذا الصابي نكان واشي مئة سلام هسا يعني وحوليه أبي جهل ومروا بعد تنميذ النبي حمبارسا هذا نسيج النبي السلام النبي قال ما أرى نك ما دام عدوي وياه مسلام أي وأنا قال وددهم كعريرين وحلم ده هذا وهذا لا عم خلنا قال هذا سلام تلقو ما بلاه وددهم لقو عريري وحلم ده نك أولا مية سلام يس مركز أبو جهل كويري والله إلهن كدارتي إني أنا لا أعلم وحن أجه أنه أنه لنبي لا إله إلا والله يا كدارتي إني وحرف توكيد لا أعلم يعني ودنا وتوكيد كله وأن أجهي أنه هذا وتوكيد هو إنتهي لنبي إنه نبي هي النبي محمد عليه السلام ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا لكن رأي عبد مناف كورمان هو كان سمي جرني وأن أجهي نبي محمد عليه السلام إنه نبي هي لكن كورمان لعذير رأي بني عبد مناف إن أنا كان ما أركتي إن هو كان سنانه تاواتي سدحاد أبو جهل أقرتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه ما أركتي رسول يهي
tan afaraad abu jahl iyo abu sufyaan iyo akhnas ibnu shurayq arin dhex martay. Habeenkii markii la gaaro waqti dambe, nabigan calayhi salaam kacbada ayuu imaan jiray, ku cibaadaysan jiray, qur-aanka ilaahay kusoo dejiyay ayuu akhrin jiray. Abi jahl dhuumashuu ku imaanaya inuu qur-aanka dhegaysto, abi sufyaan dhan kaleu ka imaanaya, akhnas ibnu shurayq dhan kaleu ku imaanaya, saddexdood isma ogeen. Markii waagii beriyey ay is arkeen iyagoo soo laabanaya, markaa qof walba u qirtay. Waxay yiraahdeen, marka ceeb ayay nagu tahay annagoo maalintii la dagaalan habeenkii inaan qur-aankiisa dhegaysanno, ballan aan iska wada qaadnaa mar dambe aan imaanin kacbadi, aan dhegaysanin maxamed oo qur-aan akhrinaya. Ballantii ay iska wada qaadeen. Habeenkii dambe qof walba wuxuu siiray hebel, ballantii ayuu qaaday, ma imaan doonaa adiga caawiysan, iska dhegayso qur-aanku maxamed akhrinaya, qur-aankii soo jiidanaya. Habeenkii labaad saddexdoodii haddana way yimaadeen, haddana meeshay ku kulmeen, haddana ballan kale iska qaadeen, haddana habeen saddexaad ayay meesha yimaadeen oo ku kulmeen. Saddex jeer ayay dhacday. Marka akhnas ibnu shurayq maalintii ayuu shaqaga ka dhigtay. Wuxuu u yimid abi sufyaan, wuxuu ku yiri, abu sufyaanow, qur-aankan oo maxamed akhrinaya su kuleeyahay? Wuxuu yiri abu sufyaan, waa hadal cajiib leh, waxyaabo qaarna olajeedkiisa waan fahmaa, qaarna ma aanan fahmo wuxuu ka wado, qaarna waan fahmaa, qaarna ma fahmi wuxuu ka wado. Yani marka waxaa arkaysaa akhnasna wuxuu yiri, anigana sidoo kale, qaarna waan fahmaa, qaarna ma fahmo. Marka waxaa arkaysaa sida imaam abi xamid alghazali raximahullah uu yiri, diintan ama qur-aanka lama imaanin wax caqliga ka hor imaanayo, laakiin wuxuu la yimid waxyaabo caqliga ka sareeya. Mar walba qur-aanka waxaa ku jira waxyaabo caqligaaga adiga ka sareeya oo caqliga gadaal ka imaan doono, fahmi doono. Cuquusha mar walbuu ka horeeyaa qur-aanka kariimka ah. Marka waxay caqligaaga uusan qaadanaynin wuxuu ku tilmaamay muxaaraat alcaql, caqliga waxyaaba ku wareero weeyaan, laakiin muxaalaat ma aha, waxyaaba impossibleka ma aha. Saa daraadeed marka dadka caqliga leh ee caqligooda sareeyo, qur-aanka markay akhristaan saameyn ayuu ku sameeyaa. Kama sheekeynayay muslimiinta su u saameeyey, laakiin dad badan ee reer galbeedkan ah ee mutacalimiintooda ah ee waaweynaa ayaan idinkaaga sheekeynayaa qaar ka mid ah qur-aanka waxay ka yiraahdeen. Maurice Bucaille, dhakhtarkii weynaa caalimka ah Faransiiska ahaa, wuxuu yiri, laqad qumtu, waxaan u istaagay inaan akhristo, aan barto qur-aanka anigoo aysan ka horin arinteeda olajeedo kale. Olajeedo kama horeynin, laakiin si mawduuc cilmiyaysan ayaan rabay inaan qur-aanka u barto. Waxaan ogaaday qur-aankan inuusan xambaarsaneen hadal la burin karo, laga hor imaan karo, la naqdin karo, oo hab cilmi ahaan loo naqdin karo. Casrigan hadda aan noolnahay, casrigiisa ayuu ka hadlay, laqad aaarat aljawaanib alcilmiya alatii yakhtas biha alqur-aanu dahshatii alcamiiqa, cilmiga oo qur-aankan xambaarsan yahay waxay kicisay layaabkaygii weynaa. Aad iyo aad layaab ii geliyay qur-aanka markaan akhristay cilmigiisa. Washington Irving, yani buuggii uu qoray u bixiyay xayaatu maxamed, noloshii maxamed calayhi salaatu wasalaam, wuxuu leeyahay, towraad waqti waxay ahayd tii dadka hanuunaysa, waa kitaabka nagu muuse kusoo degay, ilaa uu kasoo baxay nabi ciise calayhi salaatu wasalaam. Nabi ciise wuxuu noqday kii la raacay isagana oo tiisi kitaabkiisa injiil dadka hanuuninaya. Suma markaas kadib xalla alqur-aan makaanahuma, booskooda waxaa xirtay qur-aankii. Qur-aankii wuxuu noqday kii ka badnaa wax soo aruurin haddii lasoo barbardhigo towraadkii iyo injiilkii, haddana faahfaahin badan, si fiican waxuu u faahfaahiyey. kama saxaxa alqur-aan, si qur-aankana u saxay, maa qad udkhila calaa haadayn alkitaabayn, labadaas kitaab wixii lasoo geliyey wax khuraafaad ah, wixii lasoo dhex geliyey qur-aanka ayaa saxay oo hagaajiyey. min taghyiirin wa tabdiil xawa alqur-aanu kulli shayin, yacni qur-aanka wax walbo ayuu maaragtay soo qaatay oo muhiim ah. qawaaniinto dhanna wuu soo qaatay, sababtoo ah waa kutubta ilaahay soo dejiyey, waa kii ugu dambeeyey, yaa oranaya Washington Irving. qur-aankana dadka wuxuu ugu yeeraa wayadcu lqur-aanu ila raxmati wasafaa, dadka wuxuu ugu yeeraa naxariis
iyo niyad wanaag waa ilaa madaahib akhlaaqiya saamiya iyo wadooyin akhlaaqda loo maro aada u sarayso. yaxwi lqur'aanu asma alaaraa, qur-aanku wuxuu xambaarsan yahay aaraadtii ugu fiicneed, wa anfacihaa oo ugu nafci badneed, wa aksarihaa ikhlaasan oon ugu daacadsaneed. waxaa oranaya Irving Washington. soo kale waxay tiri Debora Butor, qur-aanka waxay tiri huwa almas-uul can innuhuud bilinsaaniya, isaga ayaa mas-uulka ahaa bini aadamka inuu ku abuuro insaaniyad. insaaniyaddii dadka inay ku baraarugaan waxaa sabab u ahaa qur-aanka, wuxuuna sabab u ahaa in la ogaado ilaahay dunida abuuray. hadihi almacrifa alatii tantaqu calaa kulli casrin, yacni macrifadaasna casri walbo waa mid soconayso. kayfa istataaca muxamed, say muxamed awood ugu yeeshay marka sala allahu calayhi wasalam alrajul alummi, wiilka ninkii ummiga ahaa, waxuu qori jirin waxaan akhrin jirin, alladii nashaa fii bii'atin jaahiliya, kuna dhashay deegaan jaahili ah, an yacrifa mucjizaat alkown, inuu ogaado kownka mucjizaadkiisa, allatii wasafaha alqur'aanu alkariim, oo qur-aanka noo sifeeyey, laabudda idan, marka taas waxaa noo caddaatay, an yakuuna hada alkalaam, hadalkan qur-aanka ah, huwa kalaamu llaahi caza wajal, hadalkii ilaahay inuu yahay. Debora oranaysa. Louis Seydu, oo isagana caalimka Faransiiska, wuxuu ku leeyahay kama arkaysid qur-aanka aaya, laa tajidu fi lqur'aani, qur-aanku ma arkaysid aayad ilaa aayadaas inay tuuxii kuu waxyoonayso, kuu soo jiidayso, bimaxabatin shadiidatin lilaah, jeceyl aada u sareeyo ilaahay xaggiisa ah. wa fiihi xasun kabiir, qur-aankan wuxuu xambaarsan yahay dhiirigelin badan, calaa fadiilati alakhlaaq, akhlaaqdii wanaagsaneed ayuu kugu dhiirigelinayaa qur-aanka. Louis ayaa oranaya khilaal tilka qawaacid alkhaasa bisuluuk alkhuluqi, yacni waxaa qaba qaacidooyin u khaas ah oo ku saabsan wadadii loo mari lahaa dabeecadda wanaagsaneed, akhlaaqdii wanaagsaneed. wa fiihi dacwatun kabiira, dadkan wuxuu ugu yeerayaa qur-aanka ilaa tabaadul alcawaatif, in laysdhaafsado kalgacayl, dadka inay isjeclaadaan ayuu qur-aanka dadka ugu yeerayaa. وحسن المقاصد إن يدنا إن لو ناجيو نيد وناج وحلو إيجو والصفح عن الشتائم عايدنا إن لسكعفيو كيكو عفل قادين أسكعفي ست سي عشر كورا أنك صوخ هذا وفيه يعني وحوان قرآن كحبار سيها مقت النعيب للعجب اسكبوك بوجد قرآن كمجع لخفك إنه اسكبوك بوجو والغضب يعرض قرآن كمجع لخفك إنه عرسنا هذا أنا والحمد لله وذا دينا carada waxay u tahay faan oo kale, xataa hadduu issawiraayo waa inuu isku sawiraa isagoo xirxiran oo caraysan. isla wadaadkaas ayaanu ku akhrinayay xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam oranayay nabigeena calayhi salaam, maa kaana yuraa ilaa mutabasiman, lama arki jirin ilaa isagoo dhoola caddaynaya mooyaane. nabiga mar walba waxaa la arki jiray, haddii la arko wejigiisa isagoo xirxiran lama arki jirin, ee dhoola caddayn ayaa ka muuqatay. sidaa daraad xataa Bertrand Russell, faylasuufkii mulxidka ah Ingiriisiga ah, wuxuu yiri anigu yiri sharaf iima aha nabi ciise inaa ku dayasha iyo noqdo, sababta weli lama soo warin oo yir bibleka markaan akhriyay meel la oranayo ciise uu qosli jiray, laakiin nabi maxamed lama oranayo isagoo xirxiran ayaa mar walba waxaa la soo warinaya isagoo qosli jiray oo dhoola caddayn jiray. wa fiihi marka qur-aanka wuxuu xambaarsan yahay ishaara tilmaam ilaa ana adhanb qad yakuunu bilfikr, dambigii inuu yani ka dhalan karo waxaad ku fikiraysid, fikirkaaga xataa inaad ka ilaalisid inaad dambi gashid, waa nadar iyo fiirinta, yani xaaraamta aad fiirinaysa inaad dambi kaaga dhalanayo. wa fiihi xadun, yani qur-aanka wuxuu kugu dhiirigelinayaa calaa iifaai bilcahd, ballanta in la oofiyo, xataa maca alkaafiriin, xataa gaaladii haddii ballan aad kala gashaan, ballantii inaad oofisaan. yani ilaahay suura toob ayuu ku sheegay, wallaahi وكيف للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يعني سي مشركين تي بلان ويا لنكران هذا ما كدي بحو يركوا بلان تي إذن كخاذين أو مشركين تي كمد أها هذي كتاقنا ذان بلان تي كعان إذن سو خاذين أذن كان بلان تي كتاقنا ذا صوت إلهي وحج عليهي كو ظلمي قسك إلاليو khafta ballankiisa daad jibisid aad kala gashaan dulmiga ayaad ku dhacday, ilaahayna wuxuu jecel cidda dulmiga iska ilaaliso. marka wuxuu ku leeyahay yacni qur-aanku wuxuu kugu dhiirigelinayaa ballanta in la oofiyo xataa haddii gaalo aad ballan la gashid. wa taxriid calaa khafdi aljanaax, qur-aanku wuxuu kugu dhiirigelinayaa
intaas oo dhan waxaa olanaya Louis in noqot inaad noqotid qof dadku dhibrinaya dabeecad ay qof yacni humble ah simple ah qof aan kibir ku jirin watawaaduc oo maaragtay qof dhimran inuu yahay oo dadka hoos ugu dhigayo wacalaa istikfaari nnaas yacni dadkan wuxuu ku dhiirgelinayaa inay dembi dhaaf u weydiiyaan liman yusiuuna ilayhim kuwa iyaga xumaynaya yaan kii ku xumaynaya xataa inaad dembi dhaaf ilaahay u weydiisid ilaah qofkaan dembigiisa cafay tiraad u duceysid laa lacnihim ma aha in la lacnadayo kuwii ku xumaynaya ويكفي جميع تلك الأقوال وحان كوغو فيلان هادلاس أن سو شيغو دان الجامعة المملوءة يعني هادلاس أو سو كويس أو كبوحدو حكمة يرشدا يهانون لإثبات قواعد الأخلاق في القرآن قرآن كي إنو كود دجي قاعدوين كي أخلاق ده متساي مونتاي عالم كي مفكر كأساقن وحيري إنني لا أشك لحظة أنا قرر لحظة سكن كما شكيناي في رسالة محمد نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه رسول يهي واعتقد انه خاتم الانبياء والمرسلين وحان اوغه عن اعتقاد سنه النبي انه يهي انبيدك او دنبي اي رسوله لصادر وانه بعث للناس كافه وحان رميسنه النبي دد كدن ان لو صادر يا ارنا ميت ساي اي ارنا وان رسالته جاءت لختم الوحي رسالته سنه ان لا تمت ان ختمته دمهستيرته وحيي الذي نزل في التوراه والانجيل كي كسو دغي توراه اي انجيل واحسن دليل على ذلك تاسن وحكو عدينيس نو حد انه تاس يهي هو القران قرانك اي كو عديناي المعجزه او معجزته فانا ارفض اني مركو حان كسو هرجيدا ويري خواطر باسكال يعني هذلده او كو هدلي اما فكرك سو فكرايو بليز باسكال فيلسوف كي فرانسيسكا ايو كودا باسكال او اسلام كنعبنا صوت باسكال اسا وحو كليهي نبي محمد دين تيس وحكوفا في دل نبي عيسى نديت وحكوفا في إساق نفس ديس إنو هورا نبي قدتكو دلي جرى يقولي نبي محمد عليه السلام مارك إساق وحكولي هاي باسكال هذا الذي أو إسلام كاشاق وكسوه رجيدا العالم الأوروبي عالم كي يوروبي كان كأها الحاقد على الإسلام إسلام كحقدنا عقدد أخبي إيوا المسلمين المسلمين تان عقدد أخبي إلا أن خاطرة لكن هل كشيء أنكو وافق سنة هاي وحويان إنه يري بليس باسكال ليس القرآن من تأليف محمد قرآن كما أها وح محمد ألفتي قرآن كهذا الأم محمد كهذا لي ما أها إيواي وحي إلهي سودجي بليس باسكال أو نبي عدو كو أها إسلام كنا بناء أيادنا قيرتي قرآن كإنو سنعين هذا البني آدم وكو هذا لي يوهان غوتيه عالم كي فيلسوف كي أبوان كي جرمان كأها استغنى حوليه القرآن ليس كلام بشر قرآن كما أها بني آدم وحوك هذلي فإذا أنكرنا هذان إنكرنا القرآن كان إنه إلهي حقي سكي يمد معناها تاسوح النوع ديسي إن محمد أن نري سكي إنه إلهي يحي صوت هذا كان هذا البني آدم كهذا ما أها إله كهذلي أما محمد إله أسأه أما إله كلا جرى هذان إنكرنا إلهي حقي سنو كي يمد محمد أيام قتل المامني عليه الصلاة والسلام إنه إلهي يحي قرآن كان مركوح أسوه هجرودي لول كان عربته ميدل ايستي اسوغو طاهر اه او سافي اه اسوغو حمبارسن يعني كي يمد ميل طاهر اه او رن اه او نظيف اه لتتلقى كلمة الحق سي كلمة دي حق اهد اقول لكو لانتو منزلة من الله الى حقيسة بلسان اهل الارض يعني دتك لولك كنا هذا لك يكو هذا لايين هذا اللي دتك عرب كو دكو هذا له إن القرآن كنو كسود دقو وأنا أمرك إساقا إسكا هادلا يا قوتيه مر ربع القرآن كأخرستو كيري شعرت وحان دريما أن روحي تهتز داخل جسمي روح ذي ذي قده يجي نكو نح قريريس إن أسلوب القرآن قرآن كأسلوب تليمد وأسلوب محكم أسلوب حكمة ذي سن سامن سريسو أو مثير للدهشة كو قد لنس إن أدلا يافتد إن الرهبان بدريين تاني الغافلين عن الله إله إلا سنايين حرمونا وحين نجح حارات ميان وأبعدونا وحين نجف غيسيين عن فهم حقائق القرآن إن نفهمنا حقيقة القرآن القرآن كي نوفل حميان رجعنا بدريين تأويري وعظمة من جاء به إيوينات أولها نبي محمد عليه الصلاة والسلام القرآن كليمد على مر الزمان وقتي لصامري
لكن على اثر التقدم العلمي، لكن ما دام علمي سي هرمرا دنيا تولى ان نقض انت لسكور هاي دونا عن قريب مردو يتوجه الناس الى هذا الكتاب. ضد بدا ضد كحوجه سن دونا كتاب كان وحون نقض دونا كتاب لو فكر ضد كان يفكران قرانك وحورنا يا فرنا ان يوهان غوتيه وحتى تضوات السنه مركو جاري بش رمضان صديق تضوي لوات مركا حفلات ايو سمي حير عاوحان حفلات وسمينا يا وهبينك اوهري قرانك هذا الكي الهي والنبي محمد كسود ديجي عليه الصلاه والسلام. فيلسوف كيروش كاها ليو تولستوي السجن حكوليه قران كان وحو حمبارسين هي حقيقوين يو اخوان او عد او دتكو دن اي اود اليه ان كفا ايدستان قران كان حقيقوين اخوان عد اليه هي دتكن كفا ايدستان كران قران كان. بروفيسور هاري كاربن السجن حكوليه هي او فرانسيس كاها ان كان محمد ان كان فكر محمد خرافي هذا النبي محمد فكر كيسا قرآن كأه ويهي وح خرافات أه ولم يكن القرآن وحي أو قرآن كان أصلا أهن وحي إلى حقيسة كيمد لماذا يجرؤ أن يدعو الناس إلى العلم سي ودي رذي إنه ضدك أغي يروح برشاد إلا خفك خرافاتك حمبارسا ما جعلتك إني أقون يشان ما جعلتك إني فكرة سوى حكاد لا يدك كيسان ما أركتي عالم كيس مسيحي ولا نالا إلا بدريش وحي أورنجرين عقلك إي علمك وحي كوكيان وددي نارت إي عقلك أغانا افتين كيس الدمي إن دها أغانا حيرو سياد جنة وقشي السيغلاك حكولي يهي قرآنك وحكوكي يرايا هدو خرافات ويهي محكوكي يرايا إن ما أركتي علمي لبرتم لم يكن هناك أي فكر مجرن يعني فكر ولم يكن هناك أي إنسان منجر بن آدم يدعو الناس إلى العلم ذاتك ويرى إنه وح برتان بقدر ما دعا محمد والقرآن سيد محمد القرآن ذاتك ويرى إنه وح برش الكريم إلى العلم علم ويرى إن القرآن قرآنك يتكلم تكلم عن العلم علم وحكشكي iyo fikr in la fikiro iyo aqliga wuxuu ka sheekeyay in ka badan 59 jeer 59 jeer in ka badan quraanka wuxuu ka sheekeyay cilmiga iyo aqliga inuu fikiro sadrad aalimki hindiga aha aad u weyna ilaahuna xarista inayatullah al-mashriqi oo hatta ingiriiska ay rabeen inay siiyaan yani shahaadada nobel prize laakiin isaga diiday yiri sharaf ima aha adinka wadankiga gumaysanaya inaan shahaado idin ka qaato لكن هير هو آسدا ألبرت أينشتاين رجع وين وكل اللي مدها حيري مالن أنا ودد لندن صعدة الرابح دقايق أيو حان أركي صاحب كي عالم كوينا سير عالم خفك درجة وقصر يسويان جيمس جينس عالم كي علم الفلك كفيعنا أيو خري كتاب كيسة لأورنجري الكون الغامض كون كي خرسانا أيو كعدي إني جيران بخل كن قويس أو قرحات بخل كن أو قويس أو قرحات أي جرتو يري قويس والبنا وحيك كوان تهي بخل كن قرح بخل كن قويس أو قرح أي جرتا قويس والبنا وحيك كوان بخل كن أو قرح انتاس قرح جرتنا تود أغير واتن دوني دانو افتيمس قرح ذينان أي أغير قرحات كوان وملايين أي جر وانين كسو ساري سير جيمس جينز وحان أركو يري روا دقاي دلذي سكربك أيو كستي وموسى فرانين وم استعمالين بوغنو أخرنا تي إبرة رجسي وأسود دوادي وحن أركي بوغ أخرنا إنه يه بايبل كا كنيسة دون أسي سعد قرب كان كتابت إما دريمين مرة بعد أن كتابت مركز سعود جيسة مركز سنكويري سوح عجران ربنا ودى آية دلذان هوسا كويستا مركز سيروا مخنا بوغنا أكو مشغول سنة ما بلصو عن ربنا ودى آية دلذي أيو فرتي مركز يروحان أمرينا كنيسة دينا وسعد مركز يرها سيكون عدو يرى أدقو عالم أقوني هنأ كنيسة دينا علماء عدو أيو كتاهي دادك تقوى دادك جاهلين دادك ويلياش دادك عوامتا أدي بحا كنيسة دكو قينا مركز يتاج جوابت تداربت إنا أقاتد قلبت شانت مركز يتاهي قريق إبو إما شانتي قلبنا مركز يهد قريق سان تقي الباك مركز قراعي وحايق فرتحاس كيسة ليدي جنس صور دافي تري وان فريستي isaga markuu ku jiraa xol iga soo horjeedo waan u jeedaa yiri wax la yaab ayaan arkay
waxaan arkay Sir James Jeans oo si kulul u ooynayo, timihiisana sida mismaaro kale u wada istaageen, sabuuradna hortaalo oo qoraayo koonka si u weyn yahay ku sharxaya. Kadib wuu igu baraarugay inaan imid u yimid. Markaasuu yiri, cinaayatullaah, konton sano cilmigaan baranayay. Dadku waxay u haystaan cilmigaan u baranayay dunya darteed, laakiin anigana cilmiga waxaan u baranayaa dadka inaan u muujiyo Ilaahay kuwa ka cabsada waa kuwa cilmiga leh. Ilaahay dadka caabudo ka cabsada kuwa cilmiga leh inay yihiin. Cinaayatullaah wuu dhoola cadeeyey. Markaasu maxaa ku dhoola cadeynaysaa wax la yaab leh aan kuu sheegay? Markaasuu yiri, maya, laakiin hadalkan cumriga 10 sano aad ku lumisay. Aayad qayb yaroo aayad ka mid ah ayuu Ilaahay qur-aankeena ku sheegay. Markaasuu yiri, qur-aankiina ma hadalkan sheegaha, bal ii sheeg yiri aayaddaas. Suuratu Faatir aayad ku jirta, alam tara anna allaha anzala min assamaai maa fa akhrajnaa bihi thamaraatin mukhtalifan alwaanuha ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ومعني مياذا أركين إلهي وحليه إنه سمدك سود جي الرب وحن قصة صارنا لفتي أو مدبيدة ذكال الدبن بوريس وكل ميدو وكل دوينهن qaar way gaduud yihiin, qaar way cad yihiin, qaar buuro waaweyn madow ay weeyaan, wadooyinna way leeyihiin. Bini aadamki iyo xoolihii iyo dugaagi wax oo dhan midabyo kala duwan ayay leeyihiin. Inama yakhsha Allah ilaahay marka fiiri waxuu ka hadlay macka wax kale adduunyo ku saabsan weeyaan, cilmi adduunyo weeyaan. Waxa uu ku khatimay inama yakhsha Allah ilaahay wuu kaliya waxa caabudo ka cabsado min cibaadihi adoomis al culamaa kuwa cilmiga leh. Kuwa cilmiga leh bisa ilaahay ka cabsado. xuyir cinaayatullaah Sir James Jeans inuu istaagay labo isgacmood miiska ku dhiftay, ayuu yiri, haddaad hubtid hadalkan inuu qur-aankeenu ku qoran yahay, warqaddan ee qalinkan qaado, qor. Waxaad qortaa Sir James Jeans wuxuu aaminsan yahay oo markhaati ka yahay qur-aankana inuu yahay hadalkii Ilaahay, Muxammedna inuu yahay rasuulkii Ilaahay. Waa runuu yiri, dadka cilmiga leh cilmiga ayaa ku gaarsiinaya inaad Ilaahay ka baqdid. Albert Einstein isagana wuxuu kuleeyahay oo weli la yaqaana caalimkii weynaa ahaa, wuu dadaalay Bibleka markuu akhristayna wuxuu yiri, wuxuu ku dhisan yahay caqliga dadka horeeya, dadka bilaawga nolosha ku cusub, cuquushoodu caqli, yacni caqli caruureed oo kaleo ku dhisan yuu yiri Bibleka. Qur-aanka markuu akhristay markuu yiri, qur-aanka maahu yiri kitaab ka sheekeynayo xisaabaadka hindisada iyo wixii la mid ahaa, laakiin wuxuu ku yiri majmuucatun min alqawaaniin, yacni qur-aanku wuxuu xambaarsan yahay dhowr qawaaniin التي تهدي الناس دتك كهان الناس إلى صراط مستقيم وددي توسنيد الصراط الذي عجز ودد قرن وين أكبر الفلاسفة عن تعيينه وفلاسفة وويناد إن نوت الماما ودد التعي ودد في عناد ودد توسنيد وحورنا ألبرت أينشتاين مايكل هارت بوغ نيك خوري أو يري يعني وحاقو خوري بخلق فوض دوني أو مقع كتاقي waana ku tilmaamay dadka inay qofka ugu horeeyo ka dhigay Nabi Maxamed (alayhi salaatu wasalaam). Wuxuu yiri, laa yuujad fii taariikh risaalaat, lama helayo taariikhda risaalaadka oo Ilaahay soo yacni soo diray kutubtii hore. Kitaabun baqiya bixuruufihi kaamilatan, kitaab yacni xuruuftii seeda kaamil u noqday, duuna taxriif, asagoon wax laga bedelin siwa alquraan, qur-aanka mooyaane. Kutubtii hore dhan waa la bedelay, qur-aanka wax isbedel laguma sameynin. waa kitaab keligiisa ah, fii asaalatihi habka uu sameeyey u qoran yahay, wafii salaamatihi nabad ama salaamadu su nabad u haysto, lam yashukka fii saxatihi kama unzil, inuu saxiix yahayna lagama shakin habka uu soo degay, wahuwa hada alkitaab alqur'aan, qur-aankaasna waa kitaabkaas. Mary Volter isagana wuxuu kuleeyahay filosof faransiiska ahaa, ana calaa yaqiin aniga waan hawaayiri annahu low tama card alqur'aan, qur-aanka haddii loo bandhigo iyo Bibleka iyo Injiilka, qof aan diin lahayn inuu dooranayo yiri qur-aanka. Labada akhrisadii la yiraahdo qof aan diin lahayn Bibleka iyo qur-aanka loo keeno, mid doora haddii la yiraahdo wuxuu leeyahay wuxuu dooranayaa qur-aanka oo Nabi Maxamed kusoo degay. Sababtoo ah qur-aankan daahirkiisa wuxuu ku muujinayaa afkaar tantiqu bilmiqdaari laazim maca alusus alcaqliya, yacni afkaar oo la fangeli karto ama la socon karta caqligii
أفكار معقول أي قرآن كان حبارسين يعني وحاولنا ماري فولتر مرك أنتس إن كبا ذنبه يعني وحي أخرتين قرآن ك إنه يهي يعني كلامك إلهي ومعجز كها وعلم ذي غربي سيكو هذا أما مرك أبو جهل السجنة مرك أي ماذين محيك جوابي يعني أخنس ابن شريق يا أبي سفيان أخنس سنو أي مد حكير أبو جهل أذقنا ما حد كأران لهي تهلك محمد كم خش حكير ماذا سمعت وحال محمد مخشع تنازعنا نحو بنو عبد مناف أنا جيران عبد مناف وحان كترتني الشرف شرفت أن كترتني فأطعموا وأطعمنا دتك راشين سي أنا جنوا سيني وحملوا وحملنا دتك وي حمبارن أنا جنوا حمبارني وأعطوا فأعطينا دتك راشين واحد بحيان صدقوا وأنا أنا جنوا بحيني حتى إذا تجاثينا على الركب مر كان جلبه هو جلب جبسني وكنا كفرس يري هذا الهداي ويري أكلوين سا لو فرد ترتمي سو كلام مر كان نخاني قالوا منا نبي يعني وحي يرهدين أنا وحنو نقصوا الله بحي النبي وحي أي ماذا متى ندرك هذا قرمان قارنا هيركاس فوالله إله أن قد أرتي لا نؤمن به أبدا مرنا ومر ما ينين النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا نصدقه يعني منا هذا الكيس مر ما ينين النبي محمد مرنا مر ما ينين صوته يعني أن جه دان هير بني مخزوم يعني محمد أمقل من الرومينا وحنا جه هرمر يسرير بني هاشم مرك أبو جهل دجالك ولد دجال ما ينام محمد وحيهيد يعني ما هن إنه رميسين وقع رسول إله إنه يهيب لكن يعني وحكاء هاي إسلويني سو كلا تي شناد شهادة شناد ما أنت دجال كي بدر مكي لجاري أو دجال كي والسك مر كان دجال على الجل روا ونلول إيجيري أي أخ نسب الشريق رير بني الزهرة ذات كيس أي لحظة لو حكيري بل أبي جهل أيان لعد لانا أي وقت إسي ما الجار أو يلقالي حكيري دجال أيان جل ربنا هذا كليجان ويان صرت أنا نعد أم الشيء جاي إيشك محمد مرن بو الشيء جا مسا بينو بين على ويان صرنا ويان أبي جال حكير ويحك ما يورس إلالي والله إن محمد النصادر إن محمد النصادر إلى أن كنت أرتي محمد وارون لو وما كذب محمد قط محمد ولي يسبين مشيين ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجامة لكن در بني قصي هذي لا تجان علنكي إيو كعبدي إني ولبسان إيو السقاية إني وراويان دتكي والنبوة هذا النبي نمذي إشاكتان فما يكون لسائر قريش قريش تلك المحا أصوها راي مركز مرك إله سبحانه وتعالى عيد صدق فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم يعني كاسوكي إلى هذه إله سهوي سكديكتي أسوكو أقوان له أيون اللومي أقنى محمد رسولك إله إنه يهي وختم على سمعه وقلبه إلهي مركو حوت تيم بري ختمي مخل كيسي قلبي جيس وجعل على بصره غشاوة إنه سنو دوالي يعني كان إلهي أنت سوسي لك خف كيسا وحيدا حرتي سإلهي أهنونا مركا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم سإلهي أهنونا قوم قالوا مركي رميان وقال أنه محمد رسولك إلهي إنه يهي وجاهم البينات من ربهم يعني لا حقيسا عدين أغتمد وحيو عدادي سإلهي أهنونا مركا مركز أدراد أبي الجهل رمي يعني لدى قال إن كيس إلا مركو جدا بيسه ما إيسن كأهين إنه يعني بين سنان ومحمد لك شنجر وحنوع دي رسولك إله إنه يه دا قال كي بدر مركي لقى لينا عبد الله المسعود وحارك أبي الجهل وطاوعة حابتك أي وجود الاستاغي مركز أبي الجهل هذا لا نحمري هذا ليس حكم ذا ويري والشاي ويري محمد إنه ولي عذو قيساهي حتى مدحي نار جهنم هدو كجر مرك ابن مسعود خارطة أيو كجر أبي الجهل ماذا حيروا إنه صاح مبارو النبي وكان وكعص لاذي دكت أيو دلاعي حرق أيو كحري وسوجي ذي النبي أيو كان جبريل مركز النبي قالوا إيه متخص لي ما أعرف تيوري دكت أبي جهل لقد دلاعي ابن مسعود دكت وكان ودلاعي سجى ماذا حنا وزياد ودهرات مركز النبي قال يري فرعون كي وإذا قدرنا فرعون كي نو موسى صوت فرعون كي نو موسى مركو سيما شو أنا وحيري وحان رمي إلهي لك فرعون كي مركو جيريونا حتى وحير حتى مدحي نار جانا ما دو كجرا لقما ياو محمد إنا الرمايا عشر كان ما أنت انتس أيام كسوكو جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.